طيب السؤال التالي أحبابي، اعتقل رجل وعنده زوجة وثلاث بنات وإخوة أشقاء، أثناء اعتقاله تم بيع قطعة أرض بقيمة كذا، طلب الرجل من زوجته ألا تنفق من هذا المال كي يزوج به إحدى بناته. أنا بعمل لك منه زيارات، لا مش عايز زيارات، احفظي هذا المال ليجهز منه بنتي. كان عنده راتب شهري يصرف منه أثناء اعتقالي، لكنه لا يكفي بطبيعة الحال تكاليف الحياة والمحامي والزيارات وما أدراك، ومن عاش هذه الأوجاع يعرف مرارتها وآلامها وتبعاتها الجسام. الزوجة كانت تنفق من مالها الخاص، عندما كان يسألها زوجها عن المال والتكاليف كانت تطمئنه ولا تقول له إن الراتب لا يكفي وأنها تنفق من مالها الخاص لكي تهون عليه. ثم توفى زوجها وهو سجين، كانت الزوجة أنفقت من مالها الخاص أكثر من المال الذي تركه لها، وقد أنفقته على تكاليف المحامي وتكاليف الزيارات المرسلة إلى زوجها في المعتقل. وهنا سؤالا، المصاريف التي أنفقتها الزوجة من مالها الخاص على زوجها هل تعتبر دين يستقطع من التركة قبل تقسيمها بين الورثة، أم أن المال الذي تركه يعتبر تركة ولا تعوض الزوجة منه شيئا عما أنفقته من مالها الخاص؟ السؤال التالي، لو أخ شقيق كان قد قدم لأخيه هدية في حياته وأصر هذه هدية، قلوا لا هذا دين، هذا يقول هدية وهذا يقول دين، وبعد ما مات الرجل جاء إلى الزوجة وقال له أنا أخي لم يقبل في حياته الهدية وأقر بأن هذا دين، فأريد أن أسترد ديني وأنت عندك مال فأعطيني المال الذي أعطيته لأخي على سبيل الهدية فلم يقبلها وجعلها دينا، أنا أريد أن أسترد هذا المال مرة أخرى. يعني أقول إذا كان الحديث عن مقاطع الحقوق، مقاطع الحل والحرمة، الزوجة لا تكلف شيئا من نفقة البيت والأولاد، الأصل قرار المرأة في بيتها لرعاية زوجها وولده، وعلى زوجها واجب الإنفاق عليها بالمعروف، ولا تلزم بالمشاركة في الإنفاق على البيت ولو كانت غنية إلا إذا تطوعت بالمشاركة وفق ما اتفقت عليه مع زوجها، وتشمل النفقة ما تتحقق به الكفاية من طعام وكساء وإيواء وعلاج ونحوه بالمعروف. وقد قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإذا كان هذا في حق المطلقات فاللواتي لا يزلن في صلب النكاح أو لا وأحرم، لا حرج أن يتفق الزوجان بينهما بالمعروف على مشاركة الزوجة العاملة بجزء من نفقة البيت مقابل ما فوتت على زوجها من الاحتباس في بيت الزوجية لرعاية بيته وولده. إذا تغيب الزوج أو سافر أو فقد وترك الزوجة بلا نفقة ورفعت أمرها إلى الحاكم قدر لها نفقة وتكون دينا في ذمة الزوج. إذا ثبت عند الحاكم قيام الزوجية الصحيحة بينهما واستوثق بشهادة الشهود أن زوجها لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزا ولا مطلقة قد انقضت عدتها. إذا أعسر الزوج من نفقة وطالبت الزوجة بها يقدر الحاكم لها نفقة على أن تكون دينا في ذمته إذا ثبت عنده قيام الزوجية الصحيحة، ويأذن للزوجة أن تستدين على حساب الزوج. الخلاصة، لها أن تعتبر ما أنفقته من خالص مالها دينا على الزوج ما لم تكن قد نوت التبرع به، فيضاف إلى ما عليه من ديون أخرى إن وجدت، ويستقطع من التركة قبل إنفاذ الوصايا وتقسيم التركة. لا ينبغي لأهل الزوج من بقية الورثة أن يتعاسروا مع هذه المرأة الصابرة التي صبرت على ابنهم وحفظت غيبته
طوال مدة بلائه ومحنته. ما وهبه شقيق المتوفى لأخيه في حياته، الأصل أن الهبة تتم بالقبض وقد قبضت فلا ينبغي له استردادها، لكن يشوش على هذا إصرار أخيه قبل موته أن هذا دين وليس بهبة، فلم تتم الهبة بردها من قبل أخيه، فله أن يستردها تأسيسا على ذلك. هذا في باب الحقوق المحضة. في باب المروءات والنبل ومكارم الأخلاق ومحاسن العادات، الباب مفتوح على مصراعيه لكلا الجانبين. للزوجة أن تتنازل عما أنفقت من مالها على نفسها وولدها أثناء محنته إن شاءت. لا الحقت أنا أنفقته خلاص أنا تبرعت به ولن أرجع في ذلك. ولأهل الزوجة أيضا في المقابل من بقية الورثة أن يقدروا صبرها ونبلها، وأن يقابلوا وفاءها بوفاء ونبلها بنبل، فيرضخ لها ولأولادها بشيء من مستحقاتهم إن ارتفعت إلى ذلك همتهم وطابت بذلك نفوسهم. للأخ أن يمضي هديته ونجعلها لأولاد أخيه، مثلا أخوه لم يقبل في حياته يجعلها لأولاده بعد مماته. أحيانا الشخص يرفض الهدية لأنه يرفض المنة، لا يريد لأحد أن تكون له عليه منة، فقد يرفض الهدية لا يريد أن يجعل أحد عليه منة، خاصة أن تكون حساسيات بين بعض ذوي القربة. لكن قد مات وانتقل إلى جوار ربه ولم يعد مجال للحديث عن المنة بعد الموت، له أن يجعلها لأولاد أخيه مثلا إن ارتفعت إلى ذلك همته وطابت بذلك نفسه. والبر لا يبلأ، والصدقة وصلة الرحم تعمران الديار وتطيلان في الأعمار.